يا ترى لو هعمل بلوزة أو بلوفر بالأسلوب الدائري إيه هيكون شكلها أو هعملها إزاي؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. أهلا بيكم وفكرة جديدة. نهينا عن اختيار الخيوط أو تفاصيلها، ولكن مشكلتي في الكروشيه التونسي الدائري دايما بتكون الإبرة. ليه بقى؟ لأن الإبرة لازم يكون ليها خطافين. ملهاش خطافين، بشتغل باسلوب تاني في الدائري، ده احنا لسه ما اخدناهوش مع بعض. ده بيكون بابره واحده، ولكن الابره دي ليها سلك من ورا. دي حاجه لازم تكوني فاهماها. احنا بنشتغل دائري ولكن بابره ليها خطافين، وبتكون زي ما هي كده. ممكن ان هي تكون ابرتين وسلكهم في النص، ابره كده وابره كده، وبيبقوا مربوطين والسلك بتاعهم في النص. بتشتغل برضو بوظيفه دي، او ان هي تكون ابره في سلك واحد، ودي ليها طريقه تانية في عمل الكروشيه التونسي الدائري. نرجع لموضوعنا، احنا كده فهمنا ليه الإبرة بتكون شكلها مختلف، وتعالوا دلوقتي نشتغل بالاسلوب اللي انتوا بتتكلموا عليه. اولا لازم إبرة يكون كده، دي حاجة، ودي ابسط نوع إبر ممكن تستخدميها، ودي البديل بتاعها لو انت شايفاها دلوقتي على الشاشة. برجع بعد كده اعمل ايه؟ يا اما باخد دي كده وابتدي اشتغل بشكل دائري على طول من اول صف، يا اما انه باخد كل حاجة معايا على الإبرة، برتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. ودي اول صف في التونسي، لو متعرفهوش روحي على دروس تعليم التونسي هتفهمي كل حاجة عن الإبر، واول صف بمرحلتين والغرز الأساسية. واخد اول غرزة ابتدي اسحبها واعمل منزلقة عشان الشغل معايا يكون مقفول. بعدين بقى بروح اخد غرزة عدلة من كل الغرز. طبعا ممكن اعمل غرزة عدلة، غرزة صدفة، غرزة شبكة، غرز كتير قوي. تعالوا حتى نعمل غرزة الشبكة. ادخل في الغرزة كأني هعمل غرزة عدلة، باخدها وارتفع سلسلة. دلوقتي عشان اكمل لازم اسحب من الجانب التاني، انا ما عنديش الا البكرة دي، فممكن جدا ان انا اخد شوية خيط وكده. انا كده قسمت البكرة قدامكم اهو، واروح من الجانب التاني من هنا اهو، واسحب الشغل بتاعي. هسحب كل اتنين مع بعض بالشكل ده. طبعا انا بسحب من الظهر، بشتغل من الوش برضو. بروح هنا اخد وارتفع سلسلة الغرزة بتاعتي كده اهو، بدخل عادي اهو كأني هعمل غرزة عدلة، بعدين برتفع سلسلة. غرزة صيفي وجميلة جدا، وانا اخترت الغرزة دي تحديدا عشان لو حابة تنفذيها الايام دي للصيف او كده تبقى انت عارف. القطعة بتاعتي بتكون خلاص مش عايزة تقبل ان هي تلف تاني، فكده الابرة بتاعتي بتكون اتملت. طبعا لو حجم ضخم فالموضوع ده بيكون مش موجود للأسف يعني، فخلاص نضطر وقت ما نملى الابرة بيبقى كده خلاص، ممكن ما تلفش معنا طالما بالحجم الضخم، ولكن عادي بعمل كده وبرجع اسحب كل اتنين مع بعض. بالمناسبة تقدري تعملي الشكل اللي احنا عملناه دلوقتي ده، تقدري تعمليه كوفية باي حجم انت عايزاه، كوفية اطفالي، كوفية كبار، شكلها بيكون تحفة فنية زي ما انت شايفة كده، واي غرزة هتمشي معاكي. دلوقتي بقى نيجي للقلب بتاع الموضوع، وهو الحردة بتاعة القطعة دي لما تكون بلوفر. دلوقتي انا عندي القطعة دي اهي مقفولة من جميع الجهات ومفيش اي فتحات فيها. عشان اعمل بقى الحردة هضطر بعد كده ان انا اللي افتح الفتحة دي. بمعنى انا مثلا اهو، فهروح عاملة دي منزلقة تمام، وعشان مثلا ما لخبطش نفسي هروح مثلا ماسكة دبوس واقول ان دي الحردة بتاعتي. طبعا ده كله مجازا، بس انا خلاص كده فتحت الغرزة بتاعتي، خلاص مش هشتغل دائري. فهماني؟ بعد ما اشتغلت مثلا لحد مثلا نص الصدر، بعدين هبتدي احرد. هاخد بقى ايه كل الغرز كده، وانا اسفة ان انا سريعة شوية معاكم، ولكن هي فكرة في دقايق، حاجة بسيطة، مفروض بس ان احنا نعرف الفكرة. ولكن شرح الغرز دي كلها هتلاقوه موجود في القناة عندي، تقدروا تدخلوا وتاخدوا جولة كده وتعرفوا التفاصيل اكتر. بكون عدى الغرز قدام ورا تمام، وبعدها ببتدي ان انا احدد الجزء بتاعي. اخر حاجة مثلا اهي، وابتدي خلينا مثلا اخر حاجة تكون دي عشان الحردة بتاعتي تكون واسعة شوية، ابتدي اعمل منزلقة هنا.
دلوقتي انا بعمل ايه؟ بعمل حردة من تحت الباط وشغالة بالاسلوب اللي انتوا شايفينه ده، وكده انا خلاص فتحت الشغل، ما عادش شغل دائري. تمام، برضو حردة تاني اهو، اسحب وبعدين بعمل الشغل بتاعي كده، بعدين اخدها كده منزلقة واسحب كل اتنين مع بعض بالشكل ده. شايفين بدأت يكون فيه حردة؟ هقول مثلا ان انا كده وقفت حردة، انا كده عملت حردة، عملت حردة من تحت الباط. ودلوقتي انا عايزة اعمل مثلا حردة كولا، فمثلا هبتدي دول ثلاثة ودول مثلا ثلاثة ودي الاخيرة، فمثلا هعمل كده تمام واسحب كل اثنين مع بعض. هاجي من هنا واعمل الجزء الباقي وايه، وارتفع سلسلة واقص الخيط. تمام، وبكده بصوا انا عملت حردة بلوفر مثلا، وانا اعتقد ان الغرزة دي غرزة بلوفر، وانا مضيقاها زي ما انتم شايفين، فتصلح عادي ان هي تكون بلوفر. زي ما انتم شايفين عملت الحردة بتاع تحت الباط بالتناقص من هنا، ومن هنا بشتغل للاخر، وبعد كده بروح عامله منزلقه في الغرزه اللي جايه، فبتعمل لي التناقص اللطيف اللي انتوا شايفينه ده، التناقص بيكون سلس. وبعدين بقسم هنا بالنص واروح واخده شويه من على اليمين اشتغلهم وشويه من على الشمال اشتغلهم. وعلى فكره هي نفس الفكره في الكبار، هي نفس الفكره في الميني ده، فعادي جدا. هاجي من هنا من ورا اهو، ادي مثلا الجزء اهو بتاع تحت الباط. تمام، من هنا كده وهبتدي اشتغل الحردة الباقية بتاعتي. كل غرزة باخدها برتفع فوقيها سلسلة. بس لاحظي حاجة، احنا فرقنا وقت ما كان في حردة. طبعا انا هروح اخد دي بس كده ارتفع بيها واسحب. شايفين ده التناقص من على الشمال اهو، اسحب كده وبعدين اسحب كل اتنين مع بعض بالمنظر ده. ادي الغرزة اهي، هدخل فيها اعمل منزلقة الاول تمام، وبعدين ارتفع السلسلة بتاعتي واشتغل باقي الصف عادي. هنا شايفين بتكون عاملة زي السبعة كده، فهي دي بس اللي انا باخدها تمام. وبرضو شايفين بسحب دي مع اللي قبلها اهو، وبعدين بسحب كل اتنين مع بعض بالشكل ده. طبعا دي تصلح لعرايس الاميجرومي، تصلح لحاجات كتير وبتكون كيوت قوي زي ما انتم شايفين اهو. ببتدي بعد كده اعمل الحردة بتاعتي، فبروح اقسم دول بالنص، باخد تلاتة اهم وادي تلاتة اهم، وبسيب الاتنين اللي في النص وادي ارتفع كده سلسلة، عشان طبعا الغرزة بتاعتنا مش عشان حاجة تانية. ادي التلاتة وبسحب كل اتنين مع بعض وبروح. طبعا نقدر نعملها توب، ونقدر نعملها بلوفر، نقدر نعملها بلوزة، كل ده ماشي معانا اهو. وهروح على التلاتة التانيين بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، بقفلها وهي على الظهر وبقلب تاني. طبعا كيوت قوي للجماعة اللي هم بيشتغلوا الايميجرومي، هيبقوا مبسوطين جدا بشغل التونسي في الحاجات دي، بتديكي تلقائية وكأنها ملابس جاهزة. كده قفلنا القطعة ديت. طبعا زي ما انتم شايفين بواقي الخيوط طلع كتير شوية، زي ما انتم شايفين الحردة باينة ازاي وحردة الكولا بتاعتي باينة ازاي. تقدري تعملي لها كم، تقدري تسيبها زي ما هي، تقدري تخليها بلوزة تزودي لها كم وهتكون بلوفر ملوش حل، ولكن كل ده مني. زي ما انتم شايفين فكرة النهاردة قد ايه بسيطة، فهمنا منها الشغل الدائري بيكون عامل ازاي، امتى بوقف شغل دائري وابتدي اشتغل شغل عادي عشان الحردات بتاعتي. ممكن ان انا اعمل الكم بتاعي كمان يكون دائري، وهو ان انا اشتغله بتناقصاته بكل حاجة فيه تكون دائرية،
او ان انا اخليه كم عادي بالحردات العادية اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها، وبرضو هيطلع شكله كويس جدا، او ان انا اسيبه قط كده زي ما هو واعمله تبقى بلوزة ما يبقاش بلوفر. ولكن اعتقد فكرتنا النهاردة وضحت. متنسوش اللايك والشير. مع السلامة، باي.